نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. من يمكن دعوة المجموعة نقهم بالضغط هنا على تطبيق جاكو، من ثم صف نقهم بالضغط هنا على الملف الشخصي، وبعدها صف نقهم بالضغط هنا على الإعدادات، وبعدها صف نقهم بالضغط هنا على الخصوصيات، وبعدها صف نقهم بالضغط هنا على من يمكن دعوة المجموعة، ومن ثم سوف نقوم بالضغط هنا على من يمكن دعوة المجموعة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. نراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.